طبعا عارفين يا جماعه يعني ان حضراتكم طبعا انه نادي برشلونه بيستعد حاليا للانتخابات المقبله. انا هسيب هاني رمزي يقول الخبر. هو طبعا برشلونه للاسف انا من عشاق برشلونه وربنا يستر مع باريس سان جيرمان. ربنا يستر من كومان. من كومان لا كومان يعني الله يكون في عونه، عنده مشكله كبيره جدا. المشكله كمان ان طبعا الشهر يعني في انتخابات جايه في شهر مارس بعد استقاله طبعا بارتوميو في الفتره اللي فاتت. ده كان اهم الاسماء المرشحه للرئاسه. لابورتا رئيس النادي السابق دوت هيرشح نفسه ده بشكل صارم. هو لابورتا كان عنده مشكله مع كومان بصراحه. لابورتا اول ما كومان مسك برشلونه قال كده صراحه ان كومان مش هيكمل حتى لو حصل على الثلاثيه، لو كسب الدوري الاسباني والكاس والتشامبيونز ليج هو مش هيكمل. فدي مشكله بتواجه كومان من خلال انتخابات جايه في شهر مارس، ان لابورتا لو جه وقال لك انا مش محتاج كومان هيكون في مشكله كبيره جدا على النواحي الفنيه. تعالوا نشوف تقرير عن هذا موقف برشلونه وانتخابات برشلونه ونرجع مع حضراتكم. يبدو أن معركة رئاسة نادي برشلونة سيتصدرها مبكرا خوان لابورتا الذي يعتبر أحد الرؤساء التاريخيين للنادي الكتالوني والراغب في العودة إلى المنصب ذاته مرة أخرى في الانتخابات المقبلة. قام خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق والمرشح الحالي لرئاسة النادي بتعليق ملصق لحملته الانتخابية بالقرب من معقل الغريم التقليدي ريال مدريد سانتياغو برنابيو. وظهر الملصق الذي يصل ارتفاعه إلى 50 مترا وعرضه إلى 20 مترا مكتوب عليه متحمس لرؤيتكم جميعا مرة أخرى. ويبدو أن الأمر استفزازي لريال مدريد وجماهيره، لكن دون إغفال أن العاصمة الإسبانية مدريد هي أحد المدن التي يمكن لأعضاء برشلونة التصويت فيها بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان لابورتا قد أعلن يوم 30 من نوفمبر الماضي أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية، وظهر في عدة لقاءات تلفزيونية وصحفية للحديث عن مشروعه. لابورتا تولى سابقا رئاسة برشلونة بين عامي 2003 و2010 حيث كان قائدا لأكثر فترات النادي نجاحا، لا سيما موسم 2008-2009 الذي حقق فيه البلوغرانا السداسية التاريخية تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.